السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ريسينج وورد، والحلقة الختامية لهذا الموسم الجميل الذي مر سريعا وشاهدنا من خلاله جميع التحديات والإثارة، وكان للخيول الإماراتية كذلك نصيب الأسد أو نصيب كبير جدا من تلك التحديات والجوائز النقدية والنواميس التي دائما ما تعودنا عليها. في هذا الأسبوع كان هناك الفيوتشرتي ستيكس وهناك البروسبكت ستيكس في دونكاستر وتحديات مثيرة، وأيضا في أستراليا أحد أفخم السباقات فازت فيه المهرة فيا سيستينا، وكذلك الحديث عن البريدرز كب الذي سيكون في نهاية هذا الأسبوع. حلقة مليئة بالتفاصيل بحول الله، سنسلط فيها الضوء كذلك على ما مر من الموسم والتحديات الجميلة التي شاهدناها على شاشة دبي ريسينج. دائما وأبدا أهلا بكم في ريسينج وورد. Sweet William up towards the line, and Kyprios, the king of the stayers. Four-time champion jockey, how does that sound? أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بالفعل تحديات مثيرة ومتعة، شاهدنا بعض الصور من خلال الكليب الذي شاهدناه قبل قليل، والتحديات المثيرة وأيضا حضور العديد من المهور والمهارات المميزة في هذه السنة. في كل سنة نشاهد تلك المهور التي دائما ما تكون محط الأنظار لسباقات الكلاسيكية في الموسم القادم. قبل أن نبدأ حلقتنا كالعادة، دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، لعلها اليوم حلقة خاصة. أخوان شمة كلهم متواجدين ويانا، أكيد سلطان حارب وعبد الله خليفة وعبد الله معمر الأخوة الكرام. نمسي عليك يا سلطان. نمسي عليك بالنور والسرور أخوي إبراهيم، وأيضا نرحب بالشباب الموجودين المحللين. إذا أنا قصرت هم بيغطون كل الجوانب ما عليك، زود ما تقصرون وكلكم موافين طال عمرك. عبد الله خليفة مساء الخير وحياك الله. النور، حياك الله اخوي ابراهيم، ارحب بك وارحب باخواني المتواجدين والمشاهدين من امام الشاشات. يا مرحبا بك وسهلا، وكذلك عبد الله معمر اخيرا وليس اخرا. عبد الله حياك الله. يحييك اخوي ابراهيم، وانا سعيد بالتواجد معاك ومع اخوي سلطان حارب واخوي عبد الله خليفة في حلقه خاصه للريسينج وورد، وان شاء الله نكون عند حسن ظن المتابعين. نعم، الفيوتشرتي ستيكس كان عند حسن ظنك، كان فيه تحديات جميلة واستمتعت ولا؟ اي نعم، ان استمتعنا بانتصار المهر شادو فلايت، بصراحة من افضل المهور بسنتين. نعم، في هذا العام، واتوقع انه بيكون حصان خطير لل 2000 جنيز في العام القادم، خاصة على الارضية الاسرع. نعم، اجواء اكيد كانت ممتعة في دونكاستر وسنتحدث عنها بشكل اكبر سلطان، ولكن الفيوتشرتي ستيكس اللي راح لهوت ازهل، يمكن هي واز نوت ذا هوت فيفورت، لكنه فاز على ديلاركوا. فعلا الندية والتنافس في الأمتار النهائية هو اللي رسم بهذا الشوط، وانت مثل ما ذكرت جيسيكا هارينغتون تحقق آخر انتصار لها في جروب 1 للموسم. هذا اللي تشوفونه الآن اللي هو تصنيفات الخيول بعمر السنتين، وشارلي أبل بي بأعلى تصنيف 119 مع شادو أوف لايت. ولكن نحن اللي شفناه الأسبوع الماضي والندي والتنافس من بين الاثنين ديلاركوا كان سار لخط النهاية بكل قوة. الندية كانت بين الاثنين، ساروا بعيد بفارق 4 أطوال عن البقية. الشيء الجميل جدا أن تشوف ختامها مسك لتو دارن هوت في نهاية الموسم، وعيال تو دارن هوت يعني دائما انت كل سنه تقول لا هذا وهذا موسمهم، السنه القادمه بعد يكونون متواجدين. السنه بدايه السنه هذه شفناهم في قوتهم ايضا في استراليا، فالفحل هذا رسم مقعده في عالم الانتاج من اول سنه. اكيد هي من اول سنه نفس ما قال عبد الله سلطان، اول سنه لتو دارن هوت، ويمكن عاده لرقم ووتن باسيت 2 3 3 جروب 1
ثري اندفجوال جروب ونز، وهني بعد نفس الشيء بالنسبه لتو دارنوت. صحيح، وطبعا انا بصراحه عجبني جدا كابن تو دون هوت هوتزل اللي حقق انتصار، يمكن من ناحيه الارضيه يمكن كانت الارضيه سوفت، لكن لو انا بقيم الريس انا بقول لك ما كان يعني التو هورس ريس يعني، بس الاثنين ديلاكوا وهوتزيل بسبب الخيول الثانيه اللي ما اعطت اي انطباع بسبب الارضيه، ما عندنا كان عندهم امكانيه مثل ويمبلتون هوكي، عندك ديتان، عندك ما شاء الله اللي هو الحصان نبراس ورويال بلاي وورث، هذول كلهم تقريبا انا في وجهه نظري الارضيه ما ساعدتهم بحيث انهم يقدموا الاداء المعتاد اللي احنا كنا نشوفه منهم. لكن هوتزيل نعم صراحه اعرف الصوره اكيد نعم الخيول قبل الانطلاق في هذا الشوط، بس الجميل انك انت تشوف تو دون هوت وطبعا هوتزيل وديلاكوا دباوي، يعني شوف تقريبا يعني السلالة الدباوي هي السلالة المسيطرة نعم في فيتشرتي ستيكس. طبعا انطلاقة كانت جميلة لمعظم الخيول اللي موجودة في الريس. ديلاكوا حصان مرشح لابد انه هو ياخذ زمام الامور، والحصان عند امكانيات انه هو يثبت وينافس على الارضية، وياي من اوثم ستيكس اللي كانت تقريبا الارضية نفسها هذه الارضية ونافس فيها وحقق انتصار. لكن المفاجأة في وجهة نظري هوتزيل اللي هو فعلا ما ترك ديلاكوا على راحته خلال مراحل الريس، يعني ند بالند خطوة بخطوة حتى وصولا لخط النهاية. ما شاء الله يعني هذا الحصان من عقب ما حل رابع في الميدن ما شاء الله شفنا التطور الهائل اللي للمدربة مس جون هارينغتون، اللي حتى الحصان عقب ما كسر الميدن عطته 50 يوم راحة، عقب بدأت فيه في السباقات الفئوية سبق في 3 مشاركات على الجروب 3 والجروب 2 والحين انتصار في الجروب 1 وحل مركز ثاني في سباق الفئة الثانية خلف هنري ماتيس. لكن ما شاء الله هوتز هيل ما شاء الله قدم أداء ولا أروع، وديلاكورا بعد ما شاء الله من الخيول الطيبة اللي عند أوبراين، لكن هوتز هيل ما شاء الله حصان بيتطور حتى على ما شاء الله. عبد الله بدري كان شين عليه ضغطنا بدري يعني شينفولي شينفولي أصلا شوف اليوم غير موقعه من الخارج إلى الداخل، هو قرأ المنافسة وين؟ منافس اللي هو ديلاركوا، لهذا أنا علي أني أتبعه، ولاحظ أنه ما خلى شينفولي ما عطى فرصة لنيان مور أنه هو يأخذ راحته، مع أن ريان مور كان مرتاح مرتاح نعم، يعني شين كان مضغوط من البداية، ولكن الندية في الصفة في الجواد هذا أنه ما يبغي يتنازل وتم مصر تم مصر عكس تماما الجواد الثاني اللي الآن إذا في تلامس بيبين من هاي الكاميرا. والله هو ديلاكوا إلا دخل على على هوتزيل، لكن هوتزيل ما يعني ما هني شوف هني صار بس في كلام عن أن ديلاكوا حتى لو انتصر في السباق هذا كان بيكون في ستيوارز إنكويري ولا؟ وهو شوف في ستيوارت انكواري، لكن هو كان من صوبين الحين من الكاميرا الاماميه احنا شفناه اول كان انحراف من ديلاكوا الى هوتزيل، والانحراف الثاني كان من هوتزيل على ديلاكوا، لهذا كان في تعادل من ناحيه الانحرافات. بس انت تشوف راين مور ياس يضرب بيد اليمين عشان الحصان اذا ضربه باليسار بيسوي هانج يمين، فهو ياس يضربه يمين، فما اتوقع انه لو كان في ستيوارت انكواري بتغير. عبد الله في 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 حركه من راين مور ذكاء، من يستوي اي تلامس سيده يوقف الضرب ويتم باليد عشان ما ينحسب عليه، يعني ما ينحسب عليه انه ضرب انه ضرب خلاص يكسب القضيه، لان اذا ضرب زياده مثل ما قال عبد الله بيسوي درفت زياده فبيكون على فكرة في مرة من المرات كان في نقاش من بيني وبين زميلنا فيصل سليمان نعم الله يذكره بالخير، وكان ريان مور خسران في الأوكس الإنجليزي، وجيت وعديت للضربات قلت له ريان من يعدي الضربات ويخلص من عنده ضربات، ترى حتى لو الحصان كان موجود ومنافس بيستعمل إيده لكن ما بيضرب، لأن أكثر فارس ومهتم في موضوع ضربات وتطبيق القانون هو ريان مور. نعم. لهذا هني حتى اللي حصل انا ما اتوقع ان يعني ريان بالعكس ما سوى شيء، يعني ما سوى شيء بالعكس انه يدخل في ستيفن انكواري او شيء من القبيل في حاله الفوز او خساره. نعم. بالعكس هو يعني سيفتي فيرست بالنسبه له. وانت تستغرب من البوك ميكرز اصلا فاز سباق، يعني الحصان جاي من ثلاث من انتصارين في سباق جروب 3 جروب 2 وحل مركز ثاني خلف هنري ماتيس من افضل الخيول بسنتين، ف
في سباق فئة ثانية يكون مرشح سادس بين هالخيول يعني صح. تستغرب مرشح ماخذ سباق البيرسفورد ستيكس هنا وما شاء الله يعني وسابق خيول طيبة يعني الحصان لكن تستغرب من البوك ميكر ظلموه شوية هي انظلم انظلم في الترشيحات انظلم في الترشيحات هو مفروض يكون متعادل في الترشيحات مع ديلاكوا نعم. عموما جيسيكا هاريغتون اللي حظت في أول انتصار لها في دونكاستر حرمت المدرب إيدن وبراين من الانتصار الثاني عشر في الفيوتشر ستيكس فرحة كبيرة كانت للمدربة ومستحقة نتابع معكم هذا اللقاء التي تحدثت فيه مع الإعلام بعد تلك الأمسية ونعود لكم The big hug tells us all how much it means. Very, very well done. Thank you. It was absolutely fantastic. He's a very, very tough horse and he dug in there deep. I mean, when you look at his profile, he's got a habit, or you've got a habit of beating this horse in second. Yeah, we have. We've beaten him before with Green Impact, but he's a tough horse and he gave everything. I mean, obviously a mile here under these conditions, it really is a bit of a grind, but he's solid, you know, isn't he? He's a solid horse and look, it's absolutely fantastic. It's fantastic for the owners. I trained the first, my first group win, one winner, Pathfork, was actually owned by them as well. It was absolutely fantastic. And this lad, where will he go from here? Or is he off to winter quarters? He's off to winter quarters now. He is now, anyway. He'll have deserve a big rest for that. And I don't think he's one-dimensional, i.e. ground conditions, is he? No, he's not. The only thing we haven't run him on is good to farm. Other than that, he's run on everything else. So there's no reason why he wouldn't? Absolutely none. And you definitely think he'll train on as well, Jesse? I hope so. And no reason to believe he won't. Fantastic story. Very well done. Thank you very much indeed. فرحة كبيرة بكل تأكيد لجيسيكا هارينغتون ومستحقة كذلك مثل ما ذكرنا شباب انتصار مهم لها وفي تشيرتي ستيكس وأيضا أول انتصار لها في دونكاستر لا بد أن الفرحة كانت مضاعفة فعلا اللي يأخذ هذا الشوط كان دائما يكون مرشح قوي للداربي الإنجليزي لأن الفيرتشيرتي كان اسمه قبل في ريسينج بوست تروفي أذكر برنس أوف دبي لا في خيول سنت نيكولاس أبي مرشح لكازامنتو عندك هذول كلهم كانوا هم مرشحين للدرب الإنجليزي أصلاً كملوت الرحلة كملوت بعد رحلة يعني شوف هذا الرئيس أصلاً يعني خد لنا سبب نهاية الموسم وبعد يك نهاية الموسم يقول لك عمر سنتين يكون قريب أنه يدخل في عمر 3 سنوات نعم. يكون باجل له شهر ومن مرشح الدربي دايرت يأخذون المرشح الدربي لكن العجيب أنه خلال 4 سنوات الماضية ما عطانا الداربي صحيح عرفت بالسبب العام اخذنا انشنت ويزدم ولا قبله بعد يعني اوغسترودين بعد خذا ظني اوغسترودين خذا كان هذا استثناء سوري اوغسترودين صح طلعنا بطل الداربي لكن في بعض الخيول فعلا كل مرة تعتمد عليه تعتمد عليه بس في يعني مثلا هذا الحصان اللي فاز ابن تو دونهات هل هو بيروح الدربي ولا ما بيروح ما تقدر تحطه أصلاً في الحسبة وانشد ويزدم عام الماضي كان في مؤشرات إنه يروح الديربي لكن ما راح الديربي عرفت علي من بعد جوسترودن طبعاً ما يعني خيول ما فازت الديربي نعم عبد الله معمر يمكن قبل شوي أنت نقدت على البوك ميكرز إنهم ظلموا هل تعتقد أن عبد الله ظلمه بالنسبة لهوت أزهيل في السنة القادمة بيروح في الديربي ولا والله شوف أنا أتوقع على إمكانيات الحصان الحالية أتوقع أن الصعب أن يسوي مسافة 2400 أتوقع أنه أقرب لمسافة 2000 يعني نعم. تخذ الشامبيون ستيكس والجدم وأنت أتوقع هالسباقات بتكون يمكن يكون الدربي الفرنسي يمكن الدربي الفرنسي بما أن أقل مسافة يعني عام والأرضية بعد بتناسبه في الدربي الفرنسي يعني الأرضية تكون هناك تقريبا قريبا سوفت يعني نعم. أكيد وكذلك الفارس شين فولي لم تكن فرحته أقل من فرحة جيسيكا هارينغتون نتابع ونعود Here's our winning rider getting the applause from the crowd well done Dusty Thank you look we've always held him in high regard he's a good tough horse couldn't believe the price he was being honest looking at him you know what I mean you're thinking
are we getting something wrong here? He's drifted, but no, he showed a good battling attitude, and don't think he was in love with the ground, so yeah, it's always good. When it's real testing like that for the young horses, you know, they just have to have that bit of determination. And he has that in bundles. He loves the fight. And the lad who you beat, is it Green Impact? You've had his scalp a few times. Yeah, well, they're different type of horses, and I thought this is more of a sharp mile horse, whereas I think Green Impact's more of a mile and a half horse. So they're two to look forward to for next year. Yeah, absolutely. Jesse was saying he'll go off into winter quarters now. You know, a lot to look forward to. Yeah, definitely. And I think there'll be no problem stepping up for a long or two or even four. And the great symmetry, was it Pathfork, I think, for the same ownership? Yeah, for Bonnie and that. So they've been lucky. I was lucky enough to win on Pathfork for them as a £5 claimer. So it's come full circle again. It's nice to ride a winner for them. Did you sort of know from the furlong marker you had his number? Ryan hadn't really gone for broke, and when he did, he didn't just get away from me, and I knew. I think Ryan's had probably might struggle in the ground a bit more than me, but it was nip and tuck. I think they're two good horses. Great raiding party. Well done. Thank you. كان هذا حديث شين فولي وفرحة كبيرة أيضا لانتصار لفيوتشرتي ستيكس. ومن هذا السباق نذهب معكم لسباق آخر كان على أرضية دون كاستر نفسها, وهذه المرة مع الميدن فيليز ستيكس وأحد المهرات المميزة بتدريبات دافيد مانويسيه من قدم البطلة وندرفول تونايت في نفس هذا السباق قبل أعوام ولكنها حلت ثالث, وهذه المرة يقدم لنا جيني ماكرز في انتصارها الأول. فعلا مهم جدا أن قبل ما ينتهي الموسم الأرضية العشبية أنك تركض مركاض واحد وتنهي وتقفل وتتجه للسنة القادمة. هذا المدرب دائما يوم يرسل لك اسم قوي جدا. الاسطبل كبره ما عنده العددية الكبيرة ولكن عنده النوعية القوية جدا. مدرب فرنسي في بريطانيا, فمو بعيدة أنه يرسل لفرنسا للسباقات الكلاسيكية. أول مشاركة لها كانت تاريخ 7 أكتوبر, تعلمت 3/8 ومن بعدين حققت الانتصار في نهاية الموسم. كأنه ما كانت جاهزة في بداية الموسم ولكن الآن جهوزها عالي جدا للسباقات الكلاسيكية للسنة القادمة. خط السير بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا, وتوازن ممتاز للفرس, تعتمد على نفسها, تركيز عالي جدا, ما عندها مثلا خوف من المشاركين, بالعكس هي شاق طريق الفوز بنفسها ورايحة للفوز بكل أريحية. بالعكس أنا جالس أشوف أن مهرة بسم الله ما شاء الله قوية جدا, عندها مستقبل في السباقات الكلاسيكية. ولا تنسى أن نيو بي والأم تنحدر من سلالة مانجو, هذا الآخر العدد الأطوال, هذه أنا خمسة أطوال ونص, هذا دليل على قدرات التحمل اللي عندها ما شاء الله. الفرس وايد تطورت من أول مركاض ما شاء الله, وقدمت أداء ولا أروع بنت نيو بي على مونجو. أتوقع حتى المسافة 2000 و2004 بتناسبها, وأتوقع أن ما شاء الله فيها تيرن فوت, فيها سرعة. فرس للموسم القادم بصراحة بتكون من الفرسات الطيبات. نعم. هذا طبعا أول انتصار للمدرب في هذا الشوط ديفيد موسير, وثاني شيء اللي طلعت عام الماضي من هذا الشوط سول سيستر وخذت. نعم. الديربي وسيو ما شاء الله عليك عبد الله, دايما تاخذ الافكار على طول وتسويها. لو كنت اسالك هل بتسوي نفس اللي سويته سول سيستر؟ هذا الشوط اقرب طبعا للخريجات اوكس اكثر. نعم. عرفت علي, يمكن احنا نشوفها ان شاء الله السنه الجايه في السباقات الكلاسيكيه. اكيد سيكون احد الانديكيترز ربما للملاك والمدرب هناك للحديث عن سول سيستر. ربما هل ستقوم جيني ماكرز بنفس ما قامت به سول سيستر؟ سنشاهد معكم في هذه التحديات السنه القادمه بحول الله. اما الان وهذه الامسيه نذهب معكم الى سان كلو وسباق اخر في فرنسا, سباق احد السباقات المهمه وهو كريتيريوم انترناشونال جروب 1 لعمر السنتين excluding الجيلدينغز طبعا, على مسافة الميل وتوين. قبل 3 أيام راكض عبد الله شارك وكسر الميدن, وحد يقول never seen a race course in his life, ولكن هذه المرة ما شاء الله أداء كأنه من سنة يركض ما شاء الله. هذا الحصان فيه كواليتي وكواليتي جدا عالي ما شاء الله. هذا المهر من أول عقب أول مشاركة, يمكن الحصان ما ظهر شيء للمدرب إيدن أوبراين في التمارين, والحصان ترى ما في حجم يعني, لكن من عقب أول مشاركة تشوف أنت الجوكي, لا الجوكي الأول ولا الثاني ولا الثالث ركبوه في الميدن يعني, لكن ما شاء الله الحصان قدم أداء ولا أروع. وأنه يعود عقبه بثمانية أيام عشان يكسب هذا السباق الكرايتيريوم جروب 1 بصراحة تنحسب للمدرب.
نعم. وما شاء الله حصان فيه ترنفوت وفيه سرعة ما شاء الله، يعني أتوقع من أفضل الخيول اللي عند كل مور بعمر سنتين يعني. وشوف أول وثاني وثالث كلهم إيدن براين وجوزيف براين. جوزيف براين، لكن الحصان اللي موجود في الأمام هذا الحصان كان واحد من الخيول حديث الساحة طبعا في مارانوا تشارلي. نعم، من رواة تشارلي، هذا الحصان قدم مستويات كبيرة جدا، لكن أول مرة أنا في وجهة نظري أن يطيح في فخ العدد الأطوال اللي ساحب فيه وبالطريقة اللي ما غير تكتيكه، مش على نفس تكتيك ما تغير. الحصان كان محتاج شوية نوعا ما وقت بحيث أنه يطلع بهالصورة، لكن توين بسم الله ما شاء الله يعني حصان رايح للفوز بكل أريحية. يمكن مونت كليمنجارو بعد أنا أتوقع له في السنين في عمر 3 سنوات تطور أكثر لهذا الجواد، لكن لابد أن احنا نوقف ونتكلم عن المضى في السنوات الماضية اللي يطلع من هذا الشوط. طبعا مثل العام الماضي سنوي شارك في عدد كبير من السباقات من بداية الموسم إلى السباقات الكلاسيكية، لكن الحضور دائما اللي يفوز في هذا الريس مستوى يكون في الوسط. نعم. يعني لا أنه يقدر يروح على السقف العالي ولا أنه ينزل، يكون منافس لكن ما يفوز، عرفت علي؟ أفضل الحصان في وجهة نظري اللي طلعه والشوط هذا اشتهر من خلاله تندر سنو بطل كأس دبي العالمي من مرتين. نعم، نشاهد أكيد لقطات تتويج رايان مور وإيدن براين بهذا السباق المهم اللي تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا المهر هو توين، ربما مسمين على مارك توين الكاتب سلطان، ولا هم دائما يحبون الرسامين والفنانين يحجزون الأسامي من فترة طويلة، وإذا عندك اسم نعم يعني صعب. لا هم أكيد هم أوريدي كول ديبس. نعم أكيد انتصار مهم لإيدن أوبراين اللي بنشاهد معكم ردة فعله بعد هذا الانتصار وفي هذا اللقاء، ونعود إليكم بإذن الله. Aidan O'Brien, well done. A brave decision to supplement just a week after a maiden win, but what a horse he looks like. Yeah, absolutely. Listen, obviously, it probably wasn't fair to him. Like, he only ran 6 days ago or 7 days ago. We always thought he was highly rated, and we ran him last week just in case what happened could happen. We had to give him a chance because we knew there was only one group one left. And obviously, we saw what he did. Yoshi rides him out every day, does a great job with him. All the lads, Seamus and John and everyone that's at home that's in charge of him, Victor led him up, and he's obviously a very good horse. Ryan said he was very green. He said he jumped very smart, and then he said when he just let the lads lead him, he went to sleep, and he said he just ended up getting there too early on him. He said he was very green when he got there, but obviously Wooden Bassett again, out of a very good Montjoux mare waiting. She was a very good mare herself, you know. So. We're delighted, and listen, well done to the lads for doing it. It was a big call from them to do it for a horse that only after winning 5 or 6 days ago, you know. So he's obviously a very good horse, Catherine, you know. Yeah, he was very good there on the heavy ground. Does he need that, or would he be equally as effective on a sound surface? He's a very good mover, so he'd have to be better on. He points his toe. He hasn't got a roundy, grabby action. If you see him, he's a low action. So he's obviously a big engine. But obviously he's a baby. I was watching him going to start at Ryan, and he was ducking at the cones, and I was afraid, Janie. I said maybe this was too much for him, you know. So, listen, it's there's only one criterion, and this was the race was left, and it's great to have him there to run. Big targets, I imagine, next year. I think so. Like, he's a quick horse. He's obviously a Guinea's horse, isn't he? You know. So, wrap him up for the winter now, and. So, listen. Like I said, everyone at home did a great job with him to get him here, and Ryan gave him a beautiful ride. I think he minded him as much as he could, and taught him as much as he could as well. So, delighted. Thanks, Catherine. Beautiful looking horse. And just quickly, Aidan, a word about Grosvenor Square in the Group 1 later of the Royal Oak. Yeah, he's very well. We always thought he's this type of trip will suit him. He hasn't went in as deep as that, but he's very well, and he's a horse gets a trip. He's an even level pace horse. We think he stays well, and looking forward to seeing him run now. تحديات كانت مثيرة من خلال انتصار توين اللي في 8 أيام فقط يحقق يكسر الميدن وكذلك يضيف جروب 1 ويعتبر من أحد أفضل المهور في هذه السنة. ربما إيدن براين يدور في خلده الكثير عن البريدرز كاب وربما يكون مشغول البال، ولكن ماذا عن رايان مور؟ نتابع معكم لقاء أيضا ونعود.
Ryan Moore, we've just been very impressed with the Twain there. What did you make of it though when Aurélien Lemaître built up such a lead early on in the race? It's never ideal when that happens, but obviously the ground's testing. My horse, he must have a lot of pace because he's only ran last week and he broke the stalls first, and you know he would have had the pace to go forward. Aiden still wasn't sure, so we wanted to just take our time a little bit with him, and he ran a bit green with me around the turn, but when he quickened, he quickened up very well, very quickly, and then he was shutting down. You know, I never even got into him, but he's just very green in the last furlong and a half. And yeah, he's obviously a very talented horse. To do that a week after breaking his maiden, Stallion's had an unbelievable day, hasn't he? كان هذا ربما أحد أطول لقاءات رايان مور في هذه السنة رغم قصرة. كذلك المتابعين يعرفون أن دائما رايان مور ربما حديثه دائما مقتضب, وأيضا مع توين المميز اللي مدحه وقال أنه ربما سيكون أحد البروسبكت القوية في السنة القادمة بالتأكيد. وما زلنا أعزائي المشاهدين في سان كلو, وما زلنا مع أحد أبناء ووتن باسيت اللي قدم في نفس اليوم تو جروب ونز, وهذه المرة مع تينسي ستاد الذي انتصر على منافسين اثنين فقط بعد انسحاب بالي سليبرز ممثلة بالي دويل, ولكن بتدريبات جوزيف باتريك أوبراين يضيف الانتصار المميز والمطلوب. فعلا سباق تكتيكي, تكون محظوظ جدا إذا يكون سباق من الدرجة الأولى بالعددية هذه, لأنك أكيد راح تكون بليست في جروب ون. شوف شعار أحمد الشيخ اللي سحب الإيقاع, ولكن الإيقاع على هذه الأرضية مناسب جدا. فارس شاطر أن متأكد أن الخيل استامنة staying division مسافة الميل وربع. أنت تتكلم عن خيول الداربي, خيل كولمور شفناه يؤدي على هذه المسافة في أول سبتمبر, وتكلمنا عنه أن هذه مسافة تحملية وما يسوونها غير خيول سنتين, ولكن هذا الجواد اللي قاله جروب 1 في العشرة فورلونج في نهاية الموسم. جوزيف باتريك أوبراين يضيف جروب 1 مهمة عبد الله مثل ما تكلم سلطان, وأكيد ووتن باسيت اللي ربما نذكر بعض أرقامه أن الحين يمكن حطم الرقم القياسي من ناحية محققي الجروب سباقات المهور والمهارات في أول كروب, 7 غاليليو و7 كذلك دينهيل, ولكن هو وصل 10 وهو الرقم القياسي. ما شاء الله. هو طبعا ووتن باسيت كان متوقع أنه بعد انضمامه أنه بيكون في أرقام كبيرة جدا لهذا الفحل, ومثل ما تذكرت إحنا نشوف التركيبة هذه طبعا مع بنت سادرز ويلز, يعني تركيبة تقريبا مشابهة لوفتن باسيت, لكن صراحة هذا الحصان قدم شوط قوي جدا مع العددية اللي موجودة مع الأرضية والمسافة 2000 متر. هذا الحصان يمكن يكون أقرب للخيل إلى الدربي الفرنسي أو الدربي الإنجليزي, ويمكن يكون حصان سنت لجر, لأن شوف هني جرين يوم طبعا حصان أحمد الشيخ يوم طلب منه وشيل ميرفي رايح للفوز, لكن هني بدأ الحصان بدل خطوته وعطى اندفاع مرة ثانية وزيد من السرعات. المخزون عالي عند هذا الجواد, نشوفه شو اللي بيقدمه في عمر 3 سنوات. لكن أنا ممكن من الحين أقول لك أن هذا واحد من الخيول الرئيسية اللي أنا بركز عليها إن شاء الله موسم القادم إن الله أعطاني عمر في سباق سنت لجر. تنسي ستاد تشوف أنه بيكون أحد الأسماء على الكلاسيكيات السنة الجاية إن شاء الله؟ شوف أنت تكلمت عن السلالة جهة الأم سادلرز ويلز. سادلرز ويلز يعني بيعطيك 2400, هو الآن سوى 2000, السنة القادمة تراير لبرستاون مهم جدا, تراير لفيورك أيضا مهم جدا لهذا الجواد, فبيروحون دايركت, ما بيروحون لمسافة الميل وهم صاعدين, لا بيروحون دايركت للمسافات. عادة تشوفه في تشستر في بداية الموسم, دائما أدن أوبراين يرسل خيوله للسباقات التأهيلية القوية, ودائما تلاقيه في تشستر وتلاقيه في نيو ماركت وتلاقيه أيضا في يورك, فهذا الجواد يكون من ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل للسباق الداربي. نعم, بما أن حين عبد الله فاز على 2000 متر ومثل ما تحدث سلطان ما شاء الله أداء يعني كان يعطيك يعني, خاصة بعد من مثل ما تكلم سلطان عن موضوع البيدجري, أكيد أنه يعطيك أنه ربما يكون فعلا حصان ديربي. هي نعم ما شاء الله يعني, ولا تنسى أن فورم اللي هو سباق المونتين برسفورد ستيكس جروب 2
كان فورم هذاك السباق وايد قوي، عاد هو تزهل وسباق سباق جروب 1 وعاد تنسي ستاد وسباق سباق جروب 1، ففورم هاك السباق كان وايد قوي. ولا تنسى حتى على مسافة الميل حال مركز ثاني خلف الحصان اللي سباق الكرايتيريوم اللي هو هو تزهل، ففورم السباق قوي. لكن أنا أتفق ويا أخوي سلطان إنه يبدأ الموسم القادم على مسافة 2000 متر، هي نعم، ويكون مرشح قوي حتى لسباق الداربي الموسم القادم، واحتمال إنه يكون حصان للسانت لجر كذلك. نعم، بالإضافة أكيد للرقم اللي ذكرناه بالنسبة لووتن باسيد، كذلك أصبح هذا المهر هو الثالث الذي يحقق جروب 1 في هذه السنة لأول كروب من ووتن باسيد، وكذلك تو دارن هوت أيضا مع نفس هذا الرقم القياسي. جوزيف باتريك أوبراين قالت له كلمة بعد ذلك اللقاء المميز، وهو الذي دائما ما ينافس حتى والده وأصبح يضع بصمة قوية في عالم السباقات. نتابع هذا اللقاء ونعود لكم. A winner for Joseph O'Brien with the Tennessee stud there. Joseph, your reaction? Yeah, I'm delighted to win a Group 1 with another son of Wooden Bassett. He's a very tough colt, and Dylan said he was really labouring in conditions most of the race, so it's a testament to his attitude that he was still able to fight all the way to the line and win the race. Yeah, he seemed to enjoy, well, he got through these conditions anyway, and he just seemed to find a little burst of speed as the leader was stopping. Yeah, I think probably he really was struggling in the going, but it was his attitude and his will to win that got him there and eventually. The conditions are really quite tough, as you know, so but delighted to win a Group 1 with a 2-year-old again this year, and he's a very exciting horse for the future. What does the future hold for him? I think he probably is a middle distance horse, as you would expect, and I'd imagine he would be trained with the derbies in mind next summer. Perfect. And in the next you have Apples and Bananas, a horse that's a familiar here with France. How's he been since Longchamp? He's been very well. He's very tough. He's been progressive all season. Again, the going is a slight unknown, but there's hints in his pedigree to suggest he might handle it. So hopefully he has a good run. Thanks, Joseph. Well done. Thank you. يقول جوزيف باتريك أوبراين سندرب هذا المهر وفي أذهاننا ربما الديربي أو حتى الجينيس. وننوي لأعزائنا المشاهدين أكيد نحن ذكرنا عن الرقم القياسي اللي حققها ووتن باسيت، ولكن الرقم اللي ذكرته قبل قليل وهو 3 مهور أو مهرات بعمر السنتين اللي حققوا جروبات 1، هذا بعد ما انتقل ووتن باسيت أكيد لكولمور، ولكن قبل ووتن باسيت أكيد كانت عنده إنتاجات مميزة وأبطال كذلك. ننتقل أعزائي المشاهدين لسباق آخر، وهذه المرة انتصار إماراتي مميز من خلال العبية التي انتصرت في الفيليز نوفيس ستيكس هناك في يارموث، وبشعار الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم قيادة توم مارك مونت اللي بدون مبالغة ما قال لها شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن العبية، وأداء كان جميل فعلا. أول مركاض لابد أنك أنت تعلمها، ما تعطيها أي إمباكت، ما تعطيها أي أوامر، خلى على راحتها، تطلع من البوابة على كيفها، على سرعتها، على ولمتها. هذا دائما تعليمات المدربين الكبار، ما في إنستركشن، خليها شوف تتعلم، تشوف العددية، وهي متعلمة أصلا من الخيول اللي أمامها، ولكن متى ينضغط البرس باتن تشوف فيها في مخزونها تيرن فوت، التعليم الجرينس اللي فيها، هاي كلها صفات مميزة تميز خيل عن خيل، قابليتها أنها تسوي الترنفوت. نعم، شوف الحين هي موجودة في صفوف الأخيرة طبعا في السباق، لكن بسم الله ما شاء الله يعني بنت غيات، يعني نشوف تركيبة بطل داربي الألماني سموم، ويمكن هذا الخط كان شوية نوع ما مش هذاك الخط الكبير اللي كانوا الناس يعتمدون عليه السموم، لكن رجعت هذا الخط وتركيبته مع غياث أعطانا هذه المهرة الجميلة اللي هي أبية بسم الله ما شاء الله. شوف الأبية بسم الله ما شاء الله، شوف كيف رايحة، يعني تجاوز ما عدنا، يعني هي رايحة جنز ما شاء الله، قلب بس عليهم كلهم وفوز بكل أريحية. نعم، بالعكس قوية جدا هذه المرة، وما شاء الله تجاوزت الخيول بكل أريحية وما ضغطها الجوكي توم ماركوان، ما شاء الله سبقت بكل أريحية، وتوقع حتى هذه المهرة حتى على مسافات الأبعد بتكون خطيرة ما شاء الله، يعني عكس أبوها كان يروح يسوي البيس، يروح تقريبا بأربع خمسة طوال يفرق. نعم، عن الجروب، لكن هي ما شاء الله تيم من الخلف وتجاوزهم بكل أريحية، ما شاء الله قدمت أداء ولا أروع. نعم، بالحديث عن غياث، هذا ثالث اسم واعد نشوفه في هذا الشهر،
بعد ما شفنا جيثن اللي هو حصل على أقوى تصنيف من أول مشاركة، وعندك كذلك رابسودي، وحتى لو ذكرنا ستانهوب جاردنز اللي هي نعم ستانهوب جاردنز يا ثاني خلف ديلاكوا ديلاكوا نعم. شوف غياث، أعتقد أن بدينا الحين نشوف الثمار الإنتاج بالشكل الواضح لغياث، شو اللي جالس يقدمه. أبناء ترى ما راحوا بأسعار كبيرة، أسعارهم متوسطة، يعني هذه المرة اللي كانت العبية طبعا كان بسعر 115، واستفهم جاردن اللي أنت تكلمت عنه سعره 76,000، عرفت أرقام مش كبيرة، لكن السلالات يعني وكذلك المشاركات قامت تبين أن غياث على خط الصح للإنتاج. اللي ذكر بداية قناة دبي ريسين كانوا يحطون برنامج عن الخيول الألمانية، وكان سموم من بينهم نعم. من بينهم، واللي يتذكر سموم تشسنات تعود في الثلج تذكرها لين الحين تذكر البرنامج، فتشوف هذا الخط هو بطل الدير بالألماني يقول فعلا. فاللي يشوف هذا الخط من الآن، عبد الله قال كلمة، قال رجع الخط مرة ثانية، هاي كلمة كبيرة للمنتجين انك ترجع خط، لان ساعات تشوف دم رويال اكاديمي يرجع مرة ثانية، ساعات تشوف براثية يرجع مرة ثانية، المنتجين متعطشين لرجوع الدم ان يكون قريب من يكون رقمه 5 أو 6 يستوي 3 مرة ثانية، فهذا يكون في خطوط عودة للخطوط القديمة، الخطوط القديمة. وعلى فكرة الدماء الألمانية كل ما ضافت على فحول جديدة طلع انتاج جديد، لهذا أنا أتوقع أن هذا الدم يعني بيكون له بصمة واضحة إن شاء الله السنة الجاية، وهذا بيكون الخط المناسب لغياث، غير من الخطوط الثانية ترى في يعني اكتشفت لغياث، لكن هذا خط بيكون من أهم الخطوط الدماء الألمانية لغياث. عبد الله بضيف شيء قبل نروح نيو ماركت؟ أنا أتوقع غياث بنشوف عياله يركضون من الموسم الجاي، يعني بيقدمون أداء، ويمكن يعني ما تعرف إذا بيقدمون عياله انتصارات في السباقات الكلاسيكية، لكن غياث حصان ليد ديفلوبر، فأتوقع عياله بيكونوا نفسه تقريبا. هو اللي سابق إنيبل صح؟ ولا هي نعم في إكليبس نعم. أتمنى التوفيق أكيد لهذه المهرة المميزة بشعار مثل ما ذكرنا الشيخ مانع بن محمد المكتوم وأبناء غياث المبدعين. وإلى نيو ماركت أعزائي المشاهدين، وسباق آخر مهم نوفي ستيكس لعمر السنتين، هذه المرة أيام آي سيد، ليست الأغنية الشهيرة لنيل دايموند، ولكنه مهر مميز قدم في أول مشاركة خاطفة للأنظار، يهزم مجموعة لا بأس بها عبد الله، وعندها مشاركات على كل حال أكثر منه. وهذا طبعا ابن أزمور ترى ينحدر من سلالة وفتن بسات اللي حقق انتصارات قوية صراحة. أزمور واحد من الخيول المنظور سوري، أزمور قديم هذاك، أزمور قديم هذا مال أغا خان ولا نعم. أزمور هذا مال أغا خان، أزمور فايز كينج جورج، وفاز ما شاء الله الديربي الإيرلندي، وهذا طبعا المنظور سوري وايد رح تزور بعد هذا والله الثلاثينات المنظور الابديت الجديد جديد شوي طلع على الشريط القديم شوي البنت خبر عن البرنامج اللي كان يطلع على دبي ريسينج هو سبب ترى هو سبب شو كان اسم البرنامج اللي طلع دبي ريسينج تخبر عنه سلطان نعم نرجع للشوط عبد الله تفضل وشوف بسم الله ما شاء الله يعني ام سيد الحصان صراحه موجود في صفوف الخلفيه لكن الحصان يعني يالس يروح يطلع الإمكانيات اللي عنده من السرعات من الثبات من التجاوز السليم يعني بصراحة على مسافة المايل بالعكس أنا ياس أشوف الحصان قدم اللي عليه بس كنت أتمنى أن أشوف مثلا الفارس شوية ما يضغطه بهذه الطريقة لأن الحصان تعرف صغير صح انه هو قريب عمره 3 سنوات لكن بس ما شاء الله عليه من البدايه للنهايه يعني بتعرف مرات هذه الاريحيه بعد تخوفك صح. والضغط شويه يخوفك على الحصان طالما هو رايح براحته شوف الفحل واقف نيوزيلندا وخلاص ما بيرجع لفرنسا يعني هذا اللي انا اللي قريته عنه المنظور نعم. لانه فاجئ في الانتاج شويه والنقطه انه وقف 3 سنوات وما نزلوا شبوته ب30,000 نعم صار شوي ما لقى الدعم وتموا مخلين الريت على العالي فدائما البريدرية الصغار يبغون يروحون للفحل من يدعم أصلا الفحل الكبير أول البريدرية الصغار هم اللي دخلوا لك خطوط دم سرعة
أفراس نوعية ثانية، فهي هاي العددية تشل الفحل. الفحل إذا ما اشتل بالعددية مثل دارك إنجل وقف بخمسة آلاف أول سنة، فالعددية هي اللي تشل الفحل، عقب خلاص يكون في دخول للفائزين. هذا الفحل صار العكس، وقفوا على 30 ألف ما لقى العددية اللي تخدمه، الآن صار واقف في أستراليا. تعرف منو اللي ضر الفحل هذا؟ أبوه وابتون بسد لنا دم ممتاز جدا، وابتون بسد والطلب كبير عليه، لهذا يوم يك يقول لك لا نفس الخط، أنا عندي يعني فحل موجود، والمنظور هذا مرات تركيباته كانت تخليك على اللي ويل استابلش تردي. تفضل عبد الله. لكن شوف أنت، أنا أتفق يا أخوي، يا نقطة أخوي سلطان، أن سوء إدارة يعني يمكن من الإداريين لهذا الفحل، لكن الحصان ما شاء الله كان تشامبيون ثير أول لا تنسى، وسابق الداربي الفرنسي وسبق الشامبيون ستيكس، فمكان من الخيول الطيبة، ولد وتم باسيت يعني. نعم. لكن أتوقع هذا الحصان يعني بيكون موسم الير القادم بيكون حصان خطير، خطير جدا. نعم. هو يعق هاندي كابرز وايد زينين يعني. نعم. هو يمكن ينزل الليفل إذا كانت الفرس جروب، ولكن يعق خيول هيريتج هانديكاب شفناهم اللي اخو عنده عند قدام في واحد السنه اللي طافت فاز في يورك، اخو الاشقر اخو الحين يتصور كذا ما اذكر الاسم. لا اخو فحل من الفحول اكيد متابعين كراكسمان، اخو كراكسمان لا يمكن اخو كراكسمان. شوف لا تسألني وايد، خذ ذهبي أخو غياب لا ذهبي، يمكن أخو غياب غيابك بعد سنسوان. إيه هذا فحل فهد وفاز في 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 في, في الكارنفال لنا. نعم. ولكن ما راح بعيد يعني، ما راح مثل ما كانوا متأملين له. أكيد. كان هذا الحديث عن أيام أي سيد هناك في نيو ماركت، وقبل أن نكمل معكم حلقتنا ونذهب إلى نيوبري فاصل قصير ونعود إليك. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، ونكمل معكم مسيرتنا وحلقتنا في هذه الأمسية. ما زالت الفقرات مستمرة في هذه الحلقة الخاصة بريسينج وورد وإلى نيوبري وسباق آخر مهم نوفي ستيكس أيضا لعمر السنتين وعلى مسافة الميل. أحد المهور المميز الذي انتصر وهو ابن تو دارنهوت سينتيغريد في ثاني مشاركة، ينجز المهمة ما شاء الله من البداية للنهاية لصالح ريف بيكت بطل الأرك. ريف بيكت طبعا موسم هذا مبدع ويقدم لك نتائج ممتازة جدا. هذا المور ترى على فكرة كان في يعني حتى في فترة المزاد تم شراءه، يعني أول مزاد ما انباع، مزاد الثاني باعوه ب 140 ألف، ومزاد الثالث نزل سعره إلى 120 ألف، ترى ما انباع حتى بالمبلغ اللي كان مش رأي في المزاد اللي قبله. لكن سبحان الله شوف دايما تستوي لك أمور في المزادات عكس المطلوب، لكن هذا المهر بسم الله ما شاء الله كان نتيجته في نيوبري نتيجة قوية. شوف شو قال جدام مبسوط ها؟ إيرز بريكت يس طلع، شوف الني أكشن ها؟ عنده ني أكشن، حاب هذه الأرضية، الاستمرارية على هذه الأرضية. نعم. منو البريدر؟ منو البريدر اللي شراع؟ شراع نعم. مزرعة الشراع، إنتاج من مزرعة الشراع. بصراحة هذا الحصان يعني قدم أداء ولا أروع في ثاني مشاركة. أول مشاركة سوى هانج، ولكن عقب ثاني مشاركة يعني ما شاء الله سوى البيس اللي يبا، وفي ترنفوت في تحمل. أتوقع هذا المهر بيكون خطير للموسم القادم، يعني ما شاء الله حصان في سرعة وفي تحمل، فأتوقع حتى على مسافة 2000 متر 2400 متر ما عندك مشكلة رغم السرعة اللي عنده ما شاء الله. هاي كلير ما يطلعوا لك، ما عندهم خيول وايد يعني في أوروبا ولا حتى في أماكن ثانية، لكن يوم يطلع عندهم خيل يطلع عندهم حصان. هم هاي كلير يبيعون أصلا في الأساس، يبيعون. لكن الحين بعد الفوز هذا لو نزلوا في مزاد أعتقد بيجيب السعر، قبل ما يجيب السعر، لكن الحين بيجيب السعر لأن فعلا هذا الحصان بيكون عنده حضور في السباقات إن شاء الله في موسم القادم، نتمنى بصراحة. لكن بسم الله ما شاء الله أشوف الحصان ما شاء الله بيس واحد من البداية للنهاية وطالع، يعني
هارد سبان من تحت يعني. وايد نسمع يمكن سلطان وان تو واتش دائما مهر يفوز او شيء يقول لك وان تو واتش، لكن هذا فعلا وان تو واتش ما شاء الله اثبت من اداء انه يعني بروميسنج او واعد للسنه القادمه ان شاء الله. هي نعم يعني ما شاء الله اتوقع هذا الحصان بيروح لسلسله سباقات الدربي يعني، وعقب بنعرف يعني مستواه، لكن اتوقع ان هذا الحصان بيتخذ يعني ما بيروح مثلا الجنيز ولا هذا، لا بيتخذ سلسله انه يتأهل للداربي، وعقب المدرب والملاك بيعرفون وين هم واصلين. بس انا عندي احساس ان موسم الليل موسم القادم او فتره الجايه يمكن نسمع صفقه الشراء للحصان. نعم اتوقع انه ينباع. ينباع مره خلاص. لا لا انا عندي احساس شيء. احساس ولا انسايدر عندك حد؟ لا لا مش انسايدر، لكن انا اقول لك احساسي شيء انه الحصان بينشر. هو عنده نعم. على كل حال يعني بيقدم ان شاء الله اداء طيب سواء كان نفس المالك او غيره. شوف نهاية ثانية مرة نشوف هارد سبان الآن في خلال العشرة أيام الخمستاشر يوم. برود مير ساير بدأ يتقاطع مع نايت اف ثندر، الآن مع تو دارن هوت. مهر عبدالله قال إذا انباع هذا الجواد أو صارت صفقة، أنا أقول بعد دارب السعودي وهارد سبان تحت ودباوي فوق، ف فالأول وذر ترى عيال تو دارن هوت أول وذر وايد زينين، وايد ممتازين في السباقات الشتوية كانوا وايد زينين. فأنا الأونر كلاسيك بريطاني بيروح لسباقات الداربي تايب، يعني ما بتشوفه في سباقات انترناشنال، ما شفت أنا شعارهم يسافر إلى سباقات عالمية. نعم كان هذا المهر سنتيغريد من نيوبري، وأنه غير الوجهة تماما إلى القارة هناك في أستراليا مع أحد التحديات المثيرة في المون أو موني فالي. هذا هو المضمار في أستراليا، أفخم سباق في أستراليا بكل تأكيد بتصنيف الويت فور إيج، واسمه طبعا كوكس بليت على مسافة 2000 وجروب 1 وثلاث سنوات فما فوق. اسمه مستوحى أكيد من ويليام كوكس مؤسس نادي سباقات موني فالي. وبعد الدراما عبد الله اللي صارت في يوم الثلاثاء الماضي وفيا سيستينا اللي يمكن في القلب الأخير لها أسقطت الفارس وصارت في دراما هل راح تشارك ما تشارك، ولكن ما شاء الله يعني ويت أوف هيز شولدر اللي هو المدرب بعد ما انتصرت بالانتصار مميز هذا بصراحة، يمكن هالشيء اللي سبقها يعني، لكن ما شاء الله قدمت أداء ولا أروع. كريس وولر يعني مدرب من المدربين اللي ما شاء الله يعني لهم بصمتهم يعني في السباقات الأسترالية، ما شاء الله قدمت أداء ولا أروع وانتصرت فارق بعيد يعني ما شاء الله. هذه المهم اللي عجبني أبو حميد المقارنة اللي كان موجود من بينه ومن بين ال بنت ستريت كراي وينكس يوم فاز في كوكس كريت نفس المدرب. لكن شوف يعني أول شيء لابد أن نبارك للفارس جيمس ماكدونالد على انتصار رقم 100 الجروب 1 كان معلق فتره هو على 99 لكن سبحان الله يا بس هو يعتبر ترى على فكره اصغر فارس في استراليا يحقق 100 فوز في عمر 32 في فرسان وصل على 49 حققوا 100 فوز 32 يعني نفسه 18 على فكره هذا موقف سنتين بعد كان موقف سنتين بعد ترى على فكره هاي بعد نقطه. لكن شوف فيفا سيستينا بسم الله ما شاء الله يعني الدراما اللي انت تتكلم عنها ترى هذا دراما يمكن فعلا شويه ضيعت لخبطت الحسابات المنافسين، لكن صراحه فيفا سيستينا حتى يوم كانت موجوده في ايرلندا كانت سباقاتها جدا ممتازه وكانت حاضره على المستوى الجروب، لكن يعني هذا ثاني خلف كينج اوف ستيل بعد كينج اوف ستيل، لكن هذا الفوز بصراحه فوز قوي جدا. انا بصراحه اقول لك شيء، هذا مثل ما يقول لك الجينيس از ذا بيست رول تو ذا ديربي، ترى كوكس بليس از ذا بيست رول تو ذا مالبورن كاب. نعم وانا بقول لك هاي الفرس رتين بعد ترى في هذه الفرس بتكون خطيره جدا في مالبورن كاب. بس هذا السباق هو اللي يخربط حساباته في مالبورن كاب عقب ما سبقت فرق 8 اطوال وايد بتشيل وزن عالي في الملبورن كاب، فهذا الشيء يمكن يبعدها عن لها خاصه انه لا هي ما بتشيل هي مهره هي بتشيل اقل لا لكن بعد لا مقارنه بالمهرات بتشيل اعلى. لا انا اتوقع ان لو حصلت على 58 او 59 لان هذا خدمها كان هذا ويت فور ايج هذاك غير بيختلف الموضوع. بس شوف لو هي اخذت مثلا 58 59 بقول لك بعد في ملبورن كاب بتكون خطيره، لكن لو اخذت اب تو 60
لا احط كوستن مارك. نعم اكيد ثاني انتصار لها على التوالي اللي هي فيها سيستينا وهو الاكبر بطبيعه الحال في مسيرتها. وللحديث عن كريس وولر هو مدرب كذلك الاسطوره وينكس اللي طبعا شاهدناها حققت هذا السباق كوكس بليت 4 مرات متتاليه ومنها ايضا 29 انتصار متتالي لهذه الاسطوره وينكس مع المدرب كريس وولر اللي عندنا لقاء اتوقع احمد جاهز. نعم لقاء كريس وولر بعد هذه الفرحة الكبيرة مع فيا سيستينا. نتابع اللقاء ونعود. That was from Bruce and I think that was a genius training performance. Gosh, I'm so happy for you. Leave me out of it. Well, we can't leave you out of it because you had to go to plan B with this girl after Tuesday morning. Yeah, we've done these things before, I guess. So thanks, James. Yes. Look, I think just forget what happened. It's just a good horse. Yeah, I've just done my job to prove it. Yeah. There must have been moments, though, when she was galloping on her own on Tuesday morning that you were thinking all the planning has gone astray. The truth is, when she got up and James got up, the rest of it didn't care. Yeah. Horse and James equally, which is so important. They put the Cox plates on every year. If she didn't make it, who cares? She's alive and James is alive. Yeah. And that's what it came down to. So then you had to start to change your planning. You came back Thursday morning. Did you just poke around? Yeah, we did. Just to get a confidence up, our vet down here, Matt, he actually floated the idea and I thought, gee, that's a pretty good idea. And we ran with it and just a great team effort from, the team in Sydney, Lizzie, Charlie, all my team, Steph, just so much support. Keep walking because we're going to cause a bit of a log jam here right behind us and that'll allow people to get through and you'll have a chance to go and see Mr. Zhang and Yulong have invested an extraordinary amount of money in this girl. Yeah, they have. And this is the pinnacle race, thank you. And they've put a lot in and they deserve to be getting what they're getting back. And, it's great for the whole industry and the world as well. I think everybody's watching Australian racing and all part of it. In your heart of hearts, you thought she could win. Did you really think she could win by that far? No, I didn't. I didn't think about it. Go and interview James. Well done, mate. I'm really happy for you. Thank you. فرحة كبيرة ومستحقة للمدرب كريس وولر الذي أصبح a bit of a legend himself أكيد مع 5 انتصار للكوكس بليت ليس فقط مع 4 مرات مع وينكس ولكن أيضا مع هذه المهرة المميزة في سيستينا. وأكيد هذا كان آخر سباق اخترنا لكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة ولكن نفتح معكم الآن صفحة الحديث عن الموسم الذي وصل إلى نهايته كيف كان وكيف كانت أفضل السباقات. هناك تقرير عده الزملاء يتحدث عن السباقات المميزة أو ربما 10 أو أكثر روزاليون نوتابل سبيتش سيتي أوف تروي العديد من الأسماء. نتابع معكم ونستمتع باللحظات المثيرة ونعود. مع ختام الموسم الكلاسيكي الأرقى في العالم الموسم البريطاني مهد سباقات الخيل الكلاسيكية المعاصرة كانت الآثار التي أحدثتها بعض الخيول الأبطال هي الأعمق في الذاكرة والأكثر تأثيراً في رأي الجمهور هذا العام صوب النجوم. سنقدم لكم العد التنازلي لأفضل 10 عروض من آراء الجماهير حول أفضل الانتصارات لعام 2024. Bradsell in front, clinging on grimly, and Bradsell wins the Nonthorpe. And Economics has surged clear now, moving inside the furlong, 4-5 lengths ahead, and galloping still further clear. Economics under Tom Marquand for William Haggas and Issa Salman Al Khalifa. Oh, what a smart performance this in the Dante. Could he be Derby bound?
Ryan is also involved in that. What one-way traffic, bedtime story, daughter of Frankel. Very impressive in the Chesham by as much as 8-10. Ancient Hope, then the white cap in the centre, expanded nearest the stand. Shadow of Light in the all blue, beginning to assert as they race towards the line. Shadow of Light has just won the Darley Dewhurst to expanded Ancient Hope. Kyprios is clear by three lengths. He's going to follow up his Ascot Gold Cup success and win his second Ultra Cab Goodwood Cup. It's notable speech for William Buick, who has two lengths in hand, and it's notable speech from the all-weather to Guinness Glory. Ron Tapfana is now being ridden along. Vata Cheval involved in a barging match, looking for a gap as Charin goes on. Charin has the advantage from Tapfana. Vata Cheval is now out in the clear. It's Charin for Sylvester D'Souza. Now Vata Cheval lays down the challenge, and the two battle out the QE2. Charin over on the far side. Vata Cheval on the near side. Charin forced to dig in. Vata Cheval still in it down, and still Charin puts his head down, has the advantage by a length, and Charin. Romance takes over. August Rodan hasn't got by yet. Goliath coming there, cantering for Christoph Zumiov. Then Blue Stocking. They enter the final furlong and a half. And it is Goliath who makes now a two-length gap to Blue Stocking. Rebels Romance. August Rodan can't go on. It is Goliath charging away with the King George. A giant killer by name and by nature. Has taken it up. The four-year-old Philip Blue Stocking goes into the lead. Stosie, it's a repeat now of the from last time out, the Viva May Aventure coming to chase Blue Stocking. Los Angeles and Stosie behind these, but Blue Stocking is in front with Ross O'Ryan, and she's won the Arc de Triomphe to Aventure. Then came Los Angeles and Stosie and Zara Kemmerd behind this. كانت هذه نبذة بسيطة عن أجمل السباقات اللي شاهدناها على قناة دبي ريسينج هناك في إيرلندا والمملكة المتحدة كذلك. ونبدأ مباشرة مع ربما الحديث اللي أصبح حقيقة أو واقع وينتظر فقط مسألة وقت اللي هو سيتي أوف تروي, أنه راح يكون جائزة, راح يحصل على جائزة أفضل حصان في هذه السنة بعد أكيد الجودمونت اللي شفناه. هذا من غير السباقات اللي ما له خص السباق اللي في امريكا ما يحدد سوى جاجمنت كاس الرقم سيتي سيدا ستارز سيدا ستارز نعم في جدمنت. في جاجمنت انترناشونال, وهي كل الارقام يعني بصراحه تشهد انجازات هذا المهر القوي. انتظر ترى على فكره البريدس كاب فارق الصبر بحكم ان يمكن نشوف هل بيكون في انتصار بعد 17 محاوله لايدن وبريان. يعني تعرف الفترة مش بسيطة. أفضل نتيجة أعتقد كان جان كازوي اللي هو المركز الثاني, والسنة اللي بعدها كان سخي 2002 كان تزنو. لا لا سخي ترى التابع لجودلفن, بس هو سيناريو كان نفسه اللي فايز عليهم واحد تزنو. لا أنا أقصد بعد حتى جاليليو كان موجود في هذا صح؟ جاليليو بس جاليليو بس تأخر طلع يا سادس أني سابع في فكاهة بس ما أتذكرها, يمكن عبد الله بتساعدني فيها. خسروا اتوقع سخي خسر قبل ولا لا جان كازوي خسر قبل وسنة اللي بعده سخي. قال كيف خسرتوا من هذا الخيل الامريكي تزنوا؟ سنة اللي عقبه غلب الخيل غلبهم فقال اكو اللي غلبكم هو هذا اللي السنة اللي طافت اللي غلبنا. فتخيل انت يعني نعم هذا عما قال سخرية القدر, لانه هو غلب بطلين اللي هو سخي كان جاي من الارك وجاينت كوزو كان خيل العام. يعني انت تغلب خيول العام هذه السنه. سيتي أوف تروي هو خيل نعم سيتي أوف تروي. عبد الله اكيد الحديث عن البريدرز كاب لا بد نتكلم عنه, اتوقع انه بيسويها في البريدرز كاب خاصه بعد كلام ايدن براين ان هذا يس ذيس از ذا بيست هورس اي هاف ايفر تريند ان ماي لايف, دائما يقولها. ويعني نقدر نقول انه حط يعني he puts his reputation on it. يعني هو قالها قبل الجنيز ويا وراهم كلهم الحين, قالها قبل البريدرز كاب بعد قالها. لكن اتوقع بيكون من الخيول المرشح وبقوه للبريدرز كاب كلاسيك. الحصان اكشنه
يعني يوم انا اسير مثلا مزاد في بريطانيا اشوف هذا الاكشن اقول هذا بينفع في الدرت. فمؤشراته كلها تدل ان الحصان بيركض ثرامة، بس هل بيروم يواكب السرعه الامريكيه؟ هذا هو السؤال. لا الحين عبد الله الكلام، هل امريكا فيها بطل واضح مثل ما احنا نشوف في السنوات الماضيه مثلا هوست تو بيت ان امريكا فلايت لاين مثلا؟ تقصد ما في يعني شوف ما في يعني قصدك ما في ستاند اوت كونتندر؟ ما في ستاند اوت يعني بالنسبه للسيتي اوف تروي، بس فور ايفر يانج قوي ترى. لا فور ايفر يانج، فور ايفر يانج عندك سيرا ليون، عندك فيرسنس، فيرسنس عندك ارثر رايت، عندك كذا اسم، لكن من راحه بعد. نعم عموما أليس الصبح بقريب نتريى إن شاء الله سيتي اوف تروي في الأسبوع القادم، ونتكلم شوي عن السباقات أو الخيول، أفضل الخيول بعمر السنتين بالنسبة لكم. بعمر سنتين أكيد المهور والمهارات على حد سواء. نبدأ من عندك سلطان، تكلم بشكل عام يعني الأسماء اللي شفتها أنت وجذبت اهتمامك. شوف شادو اوف لايت اللي سواه في مدة زمنية ديوهرتس وميدل بارك، هاي ما سواها يمكن غير خيل واحد في آخر 100 سنة، فهاي لابد أنك تذكرها. والتكتيك اللي سواه ويليام بيوك لأنه كان بيطيح في فخ البيس، لأن الخيلين اللي على الريل هم كانوا صاحبين الإيقاع، كانت لابد أنك تدخل معاهم في مداهمة لخط النهاية، لأن الخيل كان خسران قبل الصعدة الأخيرة وعند خط النهاية هو كان الفائز، كان بكلفة كثير، التوقيت كان مهم جدا. فقيادة ويليام كانت، ولو ويليام كان بدري في المعمعة بيستنفذ قواه، التوقيت كان ذكي جدا راحلهم عشان يأخذ بس بمب إلى مثل ما تقول إلى ليفل قفزة. نعم عبد الله غير الشادو فلايت أكيد أنه في أسماء قوية يعني. شوف أنا بالنسبة لي فيرس أوف لاف كان مهرة عمر سنتين، والميدان سباق الميدان لفتت انتباهي بصراحة بشكل قوي جدا، وللفت انتباهي لنا الحين بعد عدة مشاهدات. نعم طبعا اللي هو اكسبندت، لكن فيرس اوف لاف كبنت كخيار ثاني قصدك اكسبندت؟ اكسبندت نعم، لكن فيرس اوف لاف تعتبر واحدة من المهارات اللي قدمت مستوى ممتاز جدا كأول مشارب اكشن وسيرة والتبديل صراحة صح إن جرين، لكن الكواليتي موجود فيها ما شاء الله خفيفة. ها عبد الله وحتى نقدر نتكلم عن أفضل مهرة يعني أكيد إنه ديزرت فلاور. يكون ديزرت فلاور، شوف بين ديزرت فلاور ليك فيكتوريا كلاهما يعني في مسافات مختلفة، يعني ليك فيكتوريا ركضت على مسافة السرعة وديزرت فلاور ركضت على الفينيز مايل. شوف أداء ديزرت فلاور ما شاء الله، يعني هزمت هني المهرة اللي هي بتايم فرس بتايم ستوري ما ظني بتايم، لا مو بتايم ستوري، لا في واحدة ثانية لكن تقريبا كلهم فيهم تشابه نفس اللون. لكن ما شاء الله فارقة كانت في مهرة كلاسيكية، وأتوقع أنها بتكون وايد خطيرة في الـ 1000 جنيز وصعب أنها تنهزم. فكرة ترى أنا يوم أتكلم أنا السباق اللي أنا أحبه دائما المسافات الطويلة 2004. نعم. عبد الله دائما من سبرنت الى 7 فور لونج. سلطان افضل مسافه المحببه بالنسبه لك انت شو سلطان؟ انا ميل وربع. حلو انك انت تحب الميل، فنتكلم عن الميل، شو رايك؟ شو افضل الخيول اللي شفناها على سبيل المثال؟ روزاليون. شوف النديه روزاليون في 2000 جنيز وراح للايرلندي وفاز غلب حاتم. نعم تحس انه قبل سنتين هالكلام صح. مع انه هو قبل 6 شهور، يعني موسم حافل جدا، وهذا الخيل سوى ترن فوت في سان جيمس بالاس وتغلب على اي خيل فائز كلاسيكي موجود في هذه المعمعة، بطل الفرنسي، البطل الايرلندي، التوقيت الفارس، ولكن ما شفنا لهذا الخيل أي خبر. اللي عنده خبر يفيدنا روزاليا. شوف أنا بعد عندي نقطة، أنت لاحظ ريتشارد هانن يعني شوف نوتبل سبيتش ما انضغط العام ولا عند ولا حتى تشارن يعني، لكن شوف أنت المدرب ريتشارد هانن من كعمر سنتين، شوف حاتم وشوف روزاليا من عقب رويال أسكوت اختفوا الخيلين يعني صح.
يعني ما 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 غيروا جدولهم في واصلا لانه يعني وايد انضغطوا وايد انضغطوا وايد كانوا جاهزين حق بدايه الموسم ومن عقب ربع نص الموسم الخيول اختفى واصلا اصلا من بعد رويال اسكوت ريتشارد هنن بكبره اختفى هنا وين ريتشارد هنن يعني ما نشوف له مشاركات يعني سر سر والحديث عن الغياب بعد كذلك مهاره باليدويل فيري قد ماذا بعد اختفت هاي اختفت نعم اخذت الالباني ستيكس الالباني ستيكس وبعدين اختفت ما رمسوا عنها هل هي مصابه هل هي وشوف في بعض الخيل في بعض الخيل ترى يعني كمشاهدين او متابعين يمكن حابين ان يسمعون الخبر لكن فعلا ما لهم اخبار مثل فيري جود مادر بعد الفوز الكبير والقوي اللي كان موجود وين هذه المهاره ليش ما شاركت بس هاك اليوم شو سوت الفرس ما حصلت درب تسكر عليها لفت يعني اكيد لراين مور بعد يحسب اكيد لراين مور لكن الفرس ما عادت اكيد شيء استوابها في السباق يعني تشوف انت لو تعيد السباق وتقول ان اكيد شيء استوابها يعني زين الحين قلنا انت افضل حصان عندك الاولدر هورس منه في اولدر هورس شوف الحصان اللي مستواه ثابت هذا سؤالنا التالي عبد الله انت شوي استبقت الاحداث خلنا اول شيء ناخذ المالاريه سلطان مالاريه انا معاه السنتين ثلاث سنوات ولا الكبار المالاريه ثلاث سنوات او بشكل عام لا هو مالاريه شارك صح انا شارين عبد الله انا بالنسبه لي نوتبل سبيتش شارن حصان ثابت على مستواه طول الموسم حلو يعني في شبه اجماع انا بعطي صوتي لرزاليا عادي ولا عادي اتوكل على زين واحمد حسين بعد ويانا زين الحين نتكلم عن افضل من افضل خيول من الاكبر سنا سنن. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي قليث هو حصان فوزه في كينج جورج صراحه كان فوزه قوي جدا وهو فايز على منه فايز على بلوستوكينج اللي فازت الارك الفرنسي ترى شارن اولدر هورس اي شارن اولدر هورس 4 سنوات إيه يمكن تختاره على اساس هذا انا شارك في المالاريه وفي لا على فكره انا هذا السبب ترى انا سالته قلت له منو اولدر هورس عندك انت بلوستوكينج زين بطله الارك هي بعد بلوستوكينج بلوستوكينج بعد تقدر تقولها لكن انا في وجهه نظري طالما قليث فايز عليها نعم. فوز كان قوي جدا بصراحة في كينج جورج تذكر نيبل يوم خذت الكينج جورج كان سوتس مركز سوتس. ثاني نعم إيه نعم سوتس ساروا الارك ساروا الارك سبقتها في الارك وهي او سبقها في الارك يعني الكينج جورج دائما سباق يمكن يكون اقوى من الارك يعني في توقيته لان اللي يجي ثاني او ثالث تلاقي هذا السبب هذا السبب تراهم فكروا انه يفتحوا الجيلدينجز في الارك الفرنسي كان نقاش داير هو مفتوح في الكينج جورج كينج جورج شوط مفتوح نعم. يجمع الجيلدينجز مع الهورسس والفيليسن ميرس لكن الارك لا لهذا السبب قلت ما اتجه هناك لكن بعد الارك الفرنسي قلت كان له مشاركه وفوز قوي جدا في فرنسا نعم. ومتجه رايح الكاس اليابان نعم. بالحديث عن إنيبل طبعا يبقى رقم القياسي ثلاث مرات كينج جورج ولكن الحين نسأل عن أفضل مهرة بعمر ثلاث سنوات تشوفونها في هذا الموسم بورتا فورتشونا أنا أتفق بورتا فورتشونا صح أخيرا في إجباع لا هي اللي هي الأفضل كسرت عدد السباقات الجروبون أظن أخذت أربعة ولا أربعة جروبون ثلاثة هي فازت الثاني فازت الكورنيشن وخذت فالموث نعم وخذت هذا ايكو لا 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 في البرستون بريتي بولي لا بريتي بولي لا بريتي بولي بلو ستيكينج خذتها انزين بس لا بس بسم الله ما شاء الله فورتشا فاتشونا لا بالعكس مهره هي تستحق بصراحه لعمر ثلاث سنوات نعم وبالحديث اكيد عن بطله الارك بلو ستوكينج نذكر السادة المشاهدين أنها تم قرار أو تم إعلان القرار الاعتزال وستتوجه مباشرة إلى عالم الإنتاج هناك في جودمونت ومضامير جودمونت المميزة في هذا العالم فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا
أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، ونعود للحديث سريعا قبل أن نذهب للأخبار أو السوشيال ميديا. عبد الله، نتكلم عن بلو ستوكينج وقرار اعتزالها، كيف تشوفون مستقبلها أو شو يعني الخطوة القادمة؟ هل تروح كينغمان، تروح فرانكل، تروح دوباوي؟ والله الخيارات تحير صراحة، هي والله تحير يعني. نعم. وايد فحولة في الساحة متألقين، فما تعرف، يمكن أول بطن أكيد يكون يمكن من إنتاج جدمونت، يعني يمكن فرانكل، يمكن كينغمان، ما تعرف، لا ما تعرف، لكن أتوقع فرانكل. السلطان ولا يهونون الربع، دائما عندك أنت نظرة في الخطوط هذه، شو تتوقع؟ شوف، هم سووها قبل مع إنيبل واتجهوا بإنيبل كينغمان، أو قبل ما يتجهون لدباوي. صح، كلام أتوقع كلام عبد الله أن تتم في المزرعة مع كينغمان. تقاطع بس كملت على دنسيلي، فكينغمان على زمندار. نعم، يتوافق يعني. نعم. عبدالله، هو شوف، دائما وجهة نظر جاجمنت مختلفة شوية في موضوع الانتاج، بس أي فحل اللي هم بياخذونه حط في بالك أن هذا الفحل مناسب بالنسبة لي التركيبة، لأن شيء اللي هم يفكرون فيه يكون مختلف تماما عن الناس. لهذا شاهد نيبل وشوف حتى فرانكل وغيره من الانتاج اللي سبق. ولا تنسى أن المدرب قال عقب اللقاء اللي عقب الأرك أن قرار جدمونت قبل السباق أن يخلونها انترينج الموسم القادم، لكن عقب انتصار كالبانا غير كل الحسابات. كالبانا صار فليس المير صح؟ ريدس؟ مو متأكد، لكن كالبانا يعني قالوا أنه كالبانا مستمر إن شاء الله، مستمرة. نعم. فلذلك السبب أتوقع أنه أكيد. هذا الحديث كان عن بلو ستوكينج، ونتمنى التوفيق لشعار جدمونت مع المهارات والمهور المميزين هناك وأيضا في عالم الإنتاج. ونذهب معكم مشاهدين الكرام إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة، وهي فقرة الأخبار في السوشيال ميديا والصحف، ونتحدث عن بما أننا كنا نتكلم عن جودمونت، أيضا الحديث عن جودمونت وخبر الفحل فرانكل ما زال على نفس السعر بالنسبة لرسوم التلقيح، وهي 350 ألف جنيه استرليني لهذا العام القادم لعام 2050، ما في تغييرات، وهم نزلوا بعد البوك كامل على موقعهم في الانترنت. أتوقع هو هم شوف، هي لعبة بين المزارع من يحط أفضل سعر، فدائما هم نزلوا هذا السعر بيشوفون سعر دباوي كم. هم دباوي كان 350 وهم ولا كانوا 400، هم كانوا في المركز الثاني. فرانكل ما قدم شيء للقوي لهذه السنة الواو فاكتر، إلا المهر اللي هي بيتايم ستوري كواو فاكتر يعني. ولكن هو فحل بطل مثل ما كان في عالم السباقات اوريدي مبرهن، واعداد فوزاته في الجروب 1 لغايه الان في الطريق الصحيح بعد جلاليه ودباوي. شوف، هو اتوقع ان افضل خيار ان خلوه 300، هم يرمون يرفعونه بيكون فولي بوكت، لكن لو خلوه 400 بيقلن الفرسات وما بيرون من يختارون، فهم يعني تقريبا يسوون نومينيت حق 300-400 فرس وهم يختارون النخبة. نعم. فخلوه 350 عشان يختارون أفضل فرسات للفحل اللي هو فرانكل. أما لو رفعوا السعر بس يعني بتحصل يمكن 150-160-170 فرس وما بيرون من يختارون منهم، يكون وايد. نعم. وايد إليك لود بيكون. نعم. أكيد مستمرين جودمونت في هذه الرؤية اللي كانت من الأمير الراحل خالد بن عبد الله آل سعود طيب الله ثراه. والآن نتحدث أيضا عن الحصة أخرى للتوليد للبطل فيرسنس، هذه المرة هناك في أمريكا، بطل الترافيرس ستيكس، وسيقف في مزارع أشفورد لكولمور هناك في أمريكا أكيد بعد شراء الحصة. يختارون النقوة كولمور دوم يعني عقب نهاية موسم، يعني تشوف مثلا عندك فيرسنس وقبلها شارين جستيفاي، فيعرفون هم شو يبون الدماء عشان هنا عم فالبريدنج اوبريشن حق العشر 15 سنة القادمة. فهم يشوفون ان فيرسنس من الخيول المناسبة لانتاجهم في امريكا، واتوقع ان خيار موفق. نعم. عبد الله تكلم بنقطة البريدنج والمشتريات، ف
في حد في شافها بالطريقه الثانيه عشان يخلون سيتي اوف تروي يفوز. لا لا هاي النقطه الثانيه تعرف انه هو المرشح الابرز انه يهزم سيتي اوف تروي. كيف 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 يعطوني هم شارينا كفحل مو بشارينا كريسورس ترى ريبولي بعد مب من الملاك الصغار. نعم هو بكل تاكيد لانه هو جايب جروب 1 في عمر سنتين وجروب 1 في عمر ثلاث سنوات فاكيد هذا اعطاهم دافع قيمه انهم ياخذونه. الحين في حال انه يفوز سيتي اوف تروي او يفوز فيركنس ترى هم يعني مستفيدين في حالتين. نعم حلو نحن خلصنا اعزائي المشاهدين وايضا الشباب خلصنا في هذه الحلقه اللي كانت ان شاء الله خفيفه وجوله خاصه يمكن من حلقه نهايه الموسم الاوروبي وما زلنا اكيد وي ار اونلي جيتينج ستارتد في الموسم المحلي باذن الله. نعم. شكرا لك سلطان. مشكور وجزاكم الله خير وفعلا فريق متعاون متكامل وقدمنا شيء نفتخر فيه في الأسابيع الماضية. نعم بيض الله بيك مشكور وكذلك الشكر لعبد الله. شكرا لك أخوي إبراهيم لإخواني والمشاهدين من أمام الشاشات. نعم عبد الله معمر مشكور بيض الله بيك على الوجود ودائما معنا في ريسينج وورد. مشكور أخوي إبراهيم بصراحة استأنسنا بالحلقة كانت دسمة بصراحة واستأنسنا مع أخوي سلطان حارب وأخوي عبد الله خليفة وإن شاء الله تكون عند حسن ظن المتابعين بإذن الله. دائما وأبدا نرجو أن نكون عند حسن ظنكم مشاهدينا الكرام ونشكركم على المتابعة. موسم كان جميل وانتهى بكل تفاصيله ولكن سيبدأ الموسم المحلي الجميل والذي ستكون التحديات من خلال جبل علي في الموسم القادم بإذن الله مضمار جبل علي وأبو ظبي وثم هنا من دانة الدنيا دبي ومضمار ميدان. كذلك ننوه للسادة المشاهدين ولمحبي سباقات الفلات ريس أن البريدرز كاب بحول الله سيكون مباشرة على قنوات دبي ريسنج يومي الجمعة والسبت والسهرات ستكون بالتوقيت الأمريكي. إلى اللقاء.